الحديث بيناتنا اليوم مشاهدينا راح يكون مع ممثلة بارعة لفتت الأنظار بأدوارها الجريئة، وبين ليلة وضحاها صار اسمها على ألسنة الناس. اختصاصها الجامعي هو الإخراج، ولكن غرامها هو التمثيل، وهالشغف واضح بكل دور بتقدمه، وموهبتها واضحة بكل شخصية بتأديها. صبية حلوة وناعمة وطموحة، وعم تتقدم بعالم التمثيل بخطوات ثابتة، واليوم حبينا نتعرف عليها أكثر. أهلا وسهلا بباميلا الكيك. واو، شو؟ عن جد هول كلهم إلي أنا؟ إيه. طيب في أعطيهم نصهم لإليك؟ لإلي؟ تتشق الحلوة وهيك كلهم لإليك. تسلمي. بدي أقول لك شغلة، إنه اليوم من حظي إنه أنت ثلاثة معي، أكيد بحبهم كلهم، بس هيك عندي حب ذو طعمة لذيذة تجاهك. الفصحى هينا. اوف، هينا فهمتها، خففيها. ثانك يو، اهلا وسهلا فيكي. انا كثير انبسطت لما عرفت انه انت رح تكوني معي، لانه عن جد لفتتي كل الانظار، وصحيح بسرعه كثير. هلا رح نحكي الاسباب متعدده، بس السبب الرئيسي هو لانه عن جد اثبتي حالك انه انت عندك قدره تمثيليه وممثله بارعه، بتوعدي بمستقبل بارع. ثانك يو، ان شاء الله. باميلا انت عمرك 22 سنه، عم تدرسي الاخراج، اخر سنه بجامعه الروح القدس الكاثوليك، وبالوقت اللي كتار يمكن عم بفتشوا على فرصه حتى يدخلوا بعالم التمثيل، انت صار عندك عده ادوار تميزتي فيهم، وصار اسمك من بين اسامي ممثلات لفتوا الانتباه وبيوعدوا مثل ما قلت بمستقبل بارع. خبرينا كيف اجت فرصه التمثيل لإلك؟ هي بلشت مع الاستاذ الكبير وسيم طبارة الله يرحمه. كان عمري 15 سنة، كان يشوف، يعني كنت ورشة كتير تخي ديناميك هيك، بعمل كاركترات بغير أصوات. فقال لي بدي أعملك نجمة. قلت له ما بدي أكون نجمة، بدي أكون ممثلة. حتى بعدني لهلا ما بعرف إنه هي حلوة الكلمة، بس بفضل الممثلة باميلا الكيك. قال لي أنا بدي أشتغل عليكي. قلت له يلا بنبلش. بلشنا نعمل سدايات كليكت كتير مهضومين، هيك سكتشات انتقادية ساخرة كوميك عن الوضع السياسي بالبلد. كان اسمي بهكه باميلا كيك، هو وقته وسيم طبارة، كانوا كتير مهضومين. رجعت صار يفوتني بأشياء صغيرة بالال بي سي، اكلت الضرب، كاملت كاميرا، ادوار صغيرة. ايه رجعت، كان رح يكون الي نصيب كون بمسرحيته حلس ملس. كانت التنين توفى الجمعة الله يرحمه. الله يرحمه. باميلا، شو اللي جذبك انت لعالم التمثيل؟ يعني هل كان عندك حب للشهرة والأضواء، أو بالفعل حسيت انه عندك موهبة وحابة تنميها؟ أبدا، أنا بحس يعني الشهرة بدها تجي بأي دومين كان. إذا كنت ناجحة واسمك نظيف وعم تعملي شغل مرتب، الشهرة بدها تجي أكيد. بس شو اللي بقدر للشهرة؟ النجاح. يعني أنا من أنا وصغيرة كنت عارفة إنه أنا رح كون ممثلة، يعني هيدا كان التارجت براسي بدمي. يعني هدفك واضح من انت وصغيره. طيب انت وصغيره لما كنت تحضري التلفزيون وتشوفي النجمات على الشاشه، كنت تتاثري باحدى النجمات وتقولي انا لما اكبر بدي اكون مثلها؟ ما كنت احضر التلفزيون كمان. ما كنت احضر مسلسلات لبنانيه ولا حتى عربيه. بحدا ما لا No. ما بس كنت عارفة انه بدمك انا بدي اكون ممثلة؟ ايه ايه ايه، بيني وبين حالي يعني ما تأثرت بحدا او كان عندي مثال او حطيت له صورته او صورتها. طيب دخلنا عالم التمثيل، عملت عدة ادوار صغيرة، ولكن لفت الانظار بادوارك الجريئة. اليوم صار عندك عدة ادوار برصيدك، والناس كونت عنك فكرة انه انت الصبية الحلوة اللي بتاخد بس الادوار الجريئة. انت قصدتي ترسمي هالصوره؟ لا ابدا ابدا، بس دائما انا باعتقادي البنت وخاصه الشقره ببلشوا يعني بيعطوها هالنوعيه الادوار، بس وين الذكاء عند هيدي البنت؟ انه بهذا الدور ما تعطيهم هن اللي بدهم اياه، بالعكس تعطي الدور حقه. يعني اذا الفتاه بدها تكون بيتطلب منها تكون مثيره الى حد ما، فيك تكوني مثيره مثل ما انت بدك، مش مثل ما كلهم بيفكروا انه بس بتنانير القصيره او بالديكولتي كثير اوفر. فتقريبا بلشت غيرت هيدي النظره بالحب الممنوع. نعم، رح نحكي بالتفصيل عن هالدور. وقتها انا يعني كسرت هيدي الايماج اللي عندي اياه وفرجيت العالم هل انا ممثله ولا يعني لا. يعني باميلا، مش لانه ما كنت كثير معروفه استعملتي مظهرك الجميل والاداء الجريء حتى تتميزي عن غيرك؟
لا يمكن بالاول بس مثلا تنقول بمدام بومبينو تنقول انه كان اكثر لوك من ما كان انه عندي شو رسالتي بالدور يعني سوسو. بس اكيد كل ما الواحد يكبر كل ما المسؤوليه بتكبر الرساله بتكبر ونوعيه الادوار اللي بتصير عندك خيارات اكثر. اكيد من ادوارك الاوليه باميلا كان بعصر الحريم وبهالمسلسل وقفتي امام الممثل الكبير انطوان كيرباج. خبرينا عن الوقفه امام نجم من هالمستوى. كان فيها لهجة كتير كبيرة يعني تتوقفي كان ومسابق اصلا يعني بتصوير عصر الحريم كان في مشهد ما بيروح عن بالي بفوت على المكتب لعنده هلا هي الجملة هي ما فيها شي جملة بس تقيلة ما بعرف كيف انا بقولها بفوت لعنده على المكتب قل له ورتنا حياتك ميت رجال ميتين على سرميتي سامع شو ها انا بدي اقولها لانطوان كيرباج وكنت خايفة مثلا عيد المشهد ما عيد المشهد كثير زعجيني شعراتي ليش حبتهم حلوين؟ اليوم انا وياك اثنيناتنا هيك تجرأنا وغيرنا شو مع انه ماشي هلا عرفت رايي بشعراتي ما بقى شو رايكم شباب شعراتنا؟ بدي رايي هون الشباب شو؟ حلوين؟ شو؟ بدي رايي راجي بليز شو عم بيقولوا؟ باخو واو ثانك يو باخين باميلا فللفصل والوصل انه كانت رهجه كثير قويه قدام الاستاذ انطوان كيرباج وما عدنا المشهد يعني من ورا النهار قال لي وشو كان عمري يعني 18 اكل كنتي خايفه؟ في خوف؟ في شيء غريب انه بخاف الخوف الحلو مش الخوف البانيك خوف ما بعرف ليش اللي بتتعطي من قلبك او افضل ما عندك يعني كنت يام لشوز ما فيك تخافي بعد عصر الحريم باميلا شفناكي بمسلسل سارة وهون ما بعرف اذا بدي اقول ولعتي الدنيا لانه ردة الفعل كانت غير متوقعة اذا بديك الدور كان جريء ولدرجة انه الرجال كانوا متمسمرين على التلفزيون اكثر من النساء حتى يحضروكي ولقبوكي بخطافة رجال مظبوط خبرينا شو ردة الفعل اللي تلقيتيها وخاصة من النساء وهل بالفعل صاروا يخافوا على رجالهم منك؟ رولا عانيت عانيت عن جد يعني فوت على كوفي شوبس اول ما فوت على فوتي بتلاقي هالنسوان دغري عم تغمر جوزها عم بتبوس انه هيدا الي ايه هيدا الك شو بدي فيه انه مثلا كون ماشي على الطريق عن جد اكثر من 4-5 مرات بتصير معي يقول لي انا مجوز انه شو نمرتك؟ من سياره لسياره يعني ستي هلا حرام هلا هاي يعني شريحه صغيره من العالم طبعا بس العالم اللي فهمه مظبوط راغده مظبوط هالشخصيه اللي قد ايه كانت عم تتعذب اكثر من ما انه في ناس قالوا شريرة بلا تهذيب بلا مربى خطفت رجال في كتير من هالبنات في كتير من هالبنات والحلو براغدة انه كان عندها رسالة كتير مهمة كيف ترجمتي هالتعليقات انت استعملتيها ايجابيا او سلبيا طبعا انا كل يعني لو ما اقتنعوا هالقد بالشخصية لو ما اديتيها باحتراف ما كانوا اقتنعوا اكزاكتومون لا بالعكس حتى شوفي انا وقتها بسمع اشياء نيجاتيف باخذهم بوزيتيف لانه اذا في واحد قال بتنظري لكل شيء بالايجابيه هيدا ادونيس مدير المسرح انا موجه له تحيه بتنظري لكل شيء بالايجابيه حتى الانتقاد هلا خاصة إذا انتقاد بناء يعني باخذ فيه ما بتنزعجي من بعض التعليقات ما بيجي نهار كامل بتفيق وبتقولي شو كان بدي بهالشغلة؟ ولا شيء ولا مرة هادي تو طيب بعد سارة شفناكي بالحب الممنوع مظبوط والدور اللي أديتيه بهالمسلسل كان مختلف تماما عن كل شيء قدمتيه سابقا، ليش هالنقلة؟ كانت كسرة قوية هلا كان بالبلان تبعي وهون بحب اقول انتري كرون ميرسي لمسيو مروان حداد اللي هو كمان عم بيمشي على البلان اللي انا عم بدرس له اللي هي انه الايماج تبعيتي انا مش بس البنت الشقرة صحيح لا انا باميلا الممثلة اللي بدي اعمل اكبر بتقدر تأدي اكثر من دور واكثر من شخصية اكيد بدي نوع بالادوار ما في بس كون وكانت يعني كان شانتاج كثير قوي لإلي بالبيريك و هون بدنا نوجه انا وياك تحيه كثير كبيره للمنتج مروان حداد أكيد. وفي سؤال بيجي على بالي في كثير ناس عم بيسالوا لانه معظم اعمالك كانت بس مع مروان حداد هل انت اكسكلوسيف لاعماله؟ ابدا انا اكسكلوسيف لشخص اسمه باميلا الكيك انا محتكره حالي هيدي كلمه كثير صرت بسمعها احتكار انا ما حدا بيحتكر حدا بالعكس انا اذا مبسوطه مع مروان حداد بضلني مع مروان حداد طالما مبسوطه رح ضلني معه، إذا في شيء بيزعجني بكره بتوافق أنا ببعد. طيب
اليوم عم نشوفك عبر شاشة الام تي في بمسلسل مدام كارمن، ومش بس دورك جريء بهالمسلسل، المسلسل كله جريء. قبل ما نحكي عن تفاصيل دورك، خبرينا شو رديت الفعل لغاية اليوم؟ رائعة رائعة. كنا عم نحكي من شوي، يعني قلتي لي رائعة وكأنك متفاجئة لأنه ناطرة انت اديت اللي دعمت مثل ما كانت قبل، ولا اي كريتيك نيجاتيف، يعني بليز حدا يعطي شي كريتيك نيجاتيف تنحس. بالعكس العالم كثير متقبله، خاصه هون بدي اقول، يعني انا ما بتلاحظيني ما بحب اقول تحيات وبحب وجه، بس عن جد بدي وجه تحيه ايبر كبيره للكاتبه كلوديا مارشاليون، لكل لبناني وكل عربي لازم يرفع راسه بهالانسان اللي كلمه انسان صغيره عليها عن جد، لانه هي اللي عم بتخلينا نحن من الممثلين. نعم. ان هي النص لكلوديا مارشاليون عم بترجم واقع مرير عم نعيشه بطريقه جدا برقي. نعم. يعني في قصه من قصه مدام كارمن، يعني عم نحكي عم نعالج موضوع هذا موضوع يعتبر تابو بمجتمعنا، وكنا عم نطلع عن التابو، عم بتطلعنا منه بطريقه جدا راقيه حنونه مرتبه بتليق. ونحن عنا اكيد احترام كبير لكل اعمال كلوديا مارشاليون، ولكن لانه هالموضوع هالقد حساس ولانه هالقد ما بنحب ينحكى فيه بمجتمعنا، انت كيف بتحضري حالك لهيك دور؟ مش لازم تحسي او تتاثري فيه او تتفاعلي معه؟ انا اول ما قريت النص كيت كيت، يعني بعد جاي احداث مزبوط، بعد في حلقتين من مدام كارمن، بس بعد في احداث كثيرة رح تمرق ورح نبكي مع هالحلقتين، مع كل شخصية بدها تبكينا. بتحضر له اول شيء، بشوف شو الشخصية، برسم لها ستيلة اول شيء، ببلش من برا لفوت لجوا، تيابها حركاتها، وطبعا هيدي بتصير كمان مع الكاتبه لانه هي اللي شايفه ابعاد الشخصيه، هي فيها تفيدني كثير. وكلوديا كثير، يعني قعدنا حكينا بالتري بوتي ديتاي اللي العالم فاهمينها، كلوديا بأداء التفاصيل، مش أكيد. بس بتعطيكم النص وبتترك الحريه، اكيد. والا صرنا بس انه عم نشتغل، يعني عم نحفظ ونطلع على التي في، مش هيدا همنا. بشوف مثلا اذا عندي اصحاب مرقين بقصه بالمشكله اللي انا بدي اعالجها، باخذ برايهم، ايه، فكثير بهم هالشيء. ومن الكاتبه بكون كيف بدي اتعامل مع هالشخصيه. طيب خلينا نشوف مشهد من مدام كارمن ومنكمل. يلا. مش بقدر انساك، ولا قادر اطلع من فيك. ناتاشا ادركني واتركني، انا بحبك بحبك، مش عارف شو بدي اعمل. ياريت قادر اتركك، ياريت قادر. صدقيني لو قدرت اتركك اتلخبط منك من زمان. انا بحبك، بتعرف شو يعني؟ يعني بحبك. لما بغمض عيوني بالليل بتخيلك قدام عيوني، بس بحضن وحدي. بتعرفي كيف قوم؟ قوم من تختي عم اخوته، بدي اركض لعندك وشوف اي رجال قاعده بحضنه. بقتله، بقتله هيدا الرجال، معقول تكوني معه؟ بدي اجمع مصاري الدنيا كلها واعطيك اياهم، بس لا تكوني حبيبتي، حبيبتي الي انا وحدي. عم تفهميني؟ يعني انا وباميلا عنا اعتراض لانه نقيته او اخترته المشهد اللي ما بتحكي فيه.
بس لا استن فيه ايه فيه التعبير يعني ليكي قد ايه عم بيحكيني بحنية وبحب وكذا وانا انه اي حب اي حب. ناتاشا انغرمتي بالدور تقدمي وحبيتي كثير تقدمي، ولكن مع التعليقات السابقه على ادوارك السابقه ما خفتي من جرأه هالدور؟ يعني بهالمسلسل في بوسات، في لمسات، وفي اجساد معلمه واضحه. اذا بدي خاف، اذا كل انسان بده يخاف ما رح نتقدم. يعني انا بفضل كون هلا مني هالضحيه، يعني بالعكس من بعد ما عملت شيء، انا بعد في كتير اشياء بدي اعملها، بس بفضل انه انا اذا كل واحد بيحط نقطه تغيير يعملها براسه يعني بنعمل شيء. لانه خلص بقى نضل هيك، يعني مثل ما بتقول اليوم كثير عم بذكرها كلوديا مارشاليون انه على زمن ابو سليم وابو انه خلص ما تقدمنا، ما الزمن تطور وكل شيء تغير، بدنا كمان. ما هي شو التلفزيون والسينما؟ بتحسي تعملها لا الا الوقت. دخلتي عالم التمثيل يعني مع رساله، بدك تغيري شيء، بدك تغيري جو معين او نمط معين او مفهوم معين للممثله اللبنانيه. ايه في هدف اكيد. حلو. بس ما تساليني تغيير على اي صعيد، كيف، ليش، مين، وين، من خلال موهبتك. بس في تغيير بده يصير. طيب بكل المسلسلات اللي شاركتي فيها وقفتي امام ممثلين كبار لهم تاريخ بعالم التمثيل، شو تعلمتي منهم وهم شو اخذوا منك باميلا؟ شو تعلمت منهم؟ انا بحب كثير اخذ من الناس، يعني بحب امتص اشياء بتفيدني بحطها بالرايت بليس. تعلمت الصبر من كل شخص، تعلمت فن الاستماع، تعلمت كيف يعني الاداء يكون طبيعي من بعض الممثلين، لانه يعني شفت انه العفويه هي اللي بتوصل، ما فيك تضحكي على المشاهد. وهن شو اخذوا منك؟ يعني بعرف انت صاحبة الجو بالتصوير، بعرف انما كنا نلتقى فيكي بغرفة الميك اب هوني، كنا نجي 6:30 الصبح مشاهدينا، جاية انا مش طايقة حالي، لاقي باميلا الكيك حاطة الايباد وعم تمطني 6:30 الموسيقى على الاخر، يعني ما بعرف، وبعرف انه بالتصوير انت اللي بتعملي الجو، فبركي من هالمنطلق قدروا ياخذوا منك شيء. ايه لازم نضلنا هيك هايبر انرجي، الطاقة، الانرجي، العفوية. حلو. اكيد. باميلا شو في بباميلا من الادوار اللي بتأديها؟ يعني بتحطي من شخصيتك انت او بس بتتقمصي الشخصية اللي بدك تأديها؟ ان ديريكتومون ان كونسيامون اكيد ايه. بس دائما انا بفضل ادي ادوار ابدا ما بتشبهني، والا ما بكون عم بمثل يعني. اهلك بيتدخلوا بالادوار اللي بتختاريها؟ باخذ برأي اهلي كثير اكيد. دائما في شغله بحب اقولها، يعني بيقول لي بابي دائما بالتمثيل اوعى تمثلي. الممثل الشاطر ما بيمثل. شو بكون على طبيعته؟ ايه يعني تعيش الشخصيه. خلص مثلا انا ناتاشا هون بنسى باميلا هلا، يعني ما فيك تخدم الدور اذا ما حبيتيها وعشقتيها، ما فيك يعني. ما انت هي باميلا. الادوار اللي بدك تختاريها هلا كيف بتحسبي لحسين؟ يعني وايمتى رح نشوفك بالبطوله المطلقه اللي برايي وراي كثير من المشاهدين اللي حضروكي لازم تكون قريبه جدا؟ هي قريبة جدا. كله بالرايت تايمين، كله بيصير. هلا في بدي حابة احكي عن شغلة بدي صورها هلا، فيلم الارمن، لانه الارمن عن المجزرة الارمن مع مروان حداد. مزبوط. نعم. كتابة كلوديا. نص جدا رائع، يعني تعودت هلا كل ما كلوديا بتقلي عندي نص اليك خلص بحضر علبة كلينكس قبل، لانه هسه رح ابكي وبقرا النص. نص جدا رائع، بده يكسر الارض عن جد. فرح نشوفك بفيلم على الشاشه الكبيره قريبا. السؤال الاخير، بنعرف انه في حب بحياتك مغرومه، كيف بيتقبل ادوارك وهل بينصحك او بيعلق على ادائك؟ حبيبي كثير بحبه لهالانسان، كثير بحب اقول له تري جران ميرسي للمسانده والمساعده اللي عم بيقدم لي اياها، يعني انا مثلا اذا كان هو ممثل وهيك قاعد مع ممثله عم يعمل ماشي فرد تأتيها إله او إله؟ لا إله قبل. إله قبل. ايه طفش خلقي. على هي قابلتها يشوف انه قتلتها. ما بيغار عليك تعملها؟ كثير بغار. بغار عليك. ايه بس فاهم انه هيدا شغلي وبالشغل ما في يعني بشغل الممثل اتعب شغل، ما فيك تقولي انا مثلا ماني بائعة هوا، انا ماني محامية، بدك تأدي كل الادوار وثانكيو لانه غيرته شوي عم بيكبتها بهيدا المجال. باميلا انت مش بس حلوة ونعمة،
انت ذكيه وبتعرفي شو بدك وبتصور. نحن ناطرين اشياء كثير حلوه منك. شكرا لوجودك معنا وان شاء الله هيك مستقبلك كل ما يكون عندك شيء جديد. اهلا وسهلا فيك. رح نختم مع لقطه او مشهد صغير من مسلسل، اي مسلسل مدام كارمن كمان، هيك تنشوق المشاهدين يحضروا الحلقتين الجايين. وشكرا مرة جديدة مشاهدينا، أنا بشكركم وبتمنى لكم بقية نهار أحد ممتع ومسلي، برجع بشوفكم الله رد نهار الأربعاء. باي باي. طلق تحبني قديش وقت؟ شهر؟ شهرين؟ كم تقول هيك؟ أنا منطقية وواقعية.